هل فقدت الولايات المتحدة صبرها مع إيران مؤخراً؟ الإجابة هنا تتحدث عنها الصحيفة الأمريكية نيويورك تايمز التي تقول إن طهران لم تترك لواشنطن خياراً سوى بدء حقبة جديدة من المواجهة المباشرة. الصحيفة الأمريكية تقول إن دبلوماسية واشنطن انتهت، والسبب يعود إلى سياسات طهران. فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوجد التحالف الإيراني الروسي الذي عززته حرب أوكرانيا قوة مع واشنطن يصعب تجسيرها، وخصوصاً أن طهران سرعت وتيرة تزويد موسكو بطائرات بدون طيار تراهن عليها لتعديل دفة الحرب الأوكرانية. أما داخلياً، شكل قمع السلطات الإيرانية العنيف للمحتجين عائقاً كبيراً أمام أي تطبيع ممكن للعلاقات أو محاولة إحياء الاتفاق النووي. عامل آخر دفع واشنطن لنهج أكثر تشدداً مع إيران، سببه تعاظم تهديد طهران للأمن الدولي أكثر من أي وقت مضى. أسباب كثيرة أخرى تحدثت عنها الصحيفة، أولها تعثر الوصول لنتيجة على طاولة مفاوضات الاتفاق النووي، ورفض إيران قبول زيارة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعها النووية، إضافة إلى تسريع إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% داخل منشأة فوردو التي تثير شبهات بأنشطة عسكرية. لكن يبدو وفق نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة بدأت تضع خطة مواجهة عسكرية والتدرب على ضرب منشأة فوردو النووية والمحصنة وسط الجبال.